ونعرفها ونتعلمها ونشوف، لان اذا ما اتعلمتش يبقى اي واحد هيحشي اي كلام. انتوا مش شايفين كميه الشبهات اللي بتعرض ده خلال رمضان فقط؟ الجنه ممكن، النار ممكن تتلغى، الكفار كلهم هيخشوا الجنه ممكن، وحد هيعرضه؟ ابو لهب كمان ده بيخلوا ناس تكذب القران، سيصلى نارا ذات لهب. عشان كده بقول لازم نتعلم القران ايه ايه. اللي هيجهل، اللي هيبقى اللي مش عايز يتعلم، اللي مستثقل التعلم، هيترتب على ذلك ان هو يكون مرتع للشبهات. احنا لازم نتعلم القران والسنه والعقيده اللي هي الايمان ونتعلمه. وبقول لازم نتعلم التهذيب، الاصلاح النفوس، اعمال القلوب، الاخلاق، الحاجات دي كلها لها مناهج محدده. لابد ان احنا نهتم جدا بالعلم ونهتم بالعمل ونهتم بالدعوة، عشان الناس بتسمع كل يوم شبهات، شبهات متعلقة بالشهوات هتخش على طول. هو ينفع اقول زميلتي وحشتيني بحبك ابوها عارف؟ خلاص مفيش حاجة، ما تبصهاش، بس مسكت في ايدها ماشي، انت كلمتها ومشيت معاها ولمستها، وكل الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه العين زينها النظر.